كان في الحقيقة حادث حصل وتم السيطرة عليه، تم تحرير طفل مختطف بالجيزة في أقل من 24 ساعة وتم ضبط الجناه. اسم شرطة العمرانية بالجيزة تم تبليغه من تاجر مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول باختطاف ابنه. بعد الولد ما كان خارج مع ابن عمته، عنده الولد عنده 5 سنين، راح يشتري حاجات، وبعد شوية الأب تلقى اتصال على التليفون بتاعه وطلب منه المتصل 100,000 جنيه علشان يرجعوا الطفل اللي عمره 5 سنين. الحقيقة طبعا يعني تم تحرير الطفل سريعا جدا، وفي أقل من 24 ساعة كان الطفل في حضن منزله. مشاهد. هذا هو فصل الختام في قضية اختطاف طفل بمنطقة العمرانية بالجيزة لم يتجاوز عمره 5 سنوات، عودة إلى أحضان أمه سالما. ارجعوا يا مصر، رجعوا لابني، رجعوا لابني، رجعوا لابني، كان خاطفه ابن عمته. أنا ابني نزل يلعب في الشارع، جيت ببص عليه لقيته اختفى، قعدت لحد الساعة 8 بالليل، جال لي تليفون بيتصل بيا بيقول لي الامانه اللي ضاعت منك ما تدورش عليها ما تخافش عليها دي معايا. 100,000 جنيه دفعت ابن عمه الطفل الى اختطافه مشاركه مع اخيه وبائع متجول، حيث قاموا بمساومه والد الطفل على دفع المبلغ نظير اطلاق سراحه. اول ما جيت اتصلت على مصطفى واتصلت على عصام، قلت لهم تعالوا لي الطلبيه عشان في مصلحه. والواد تاني يوم جالنا الصبح، خدت انا ومصطفى وطلعنا ركبنا توك توك من بره وطلعنا شارع نصر الدين. كلمت عصام قلت له يا عصام تعالى عشان في مصلحه، راح عصام جاي عند نصر الدين، خدنا الواد وخد حسام، ركبنا المترو وغيرنا من المترو ركبنا المحله ورنينا على ابوه طلبنا فديه 100,000 جنيه. مديرية أمن الجيزة وتنسيقا مع الأمن العام ألقت القبض على السلاسة بعد أن نجحت في كشف غموض الواقعة وسلمت الطفل إلى أهله في زمن قياسي. في أقل من 24 ساعة تم تحديد هوية الجناة وتم ضبط أحدهما بمنطقة العمرانية، والذي قام بإرشادنا عن بقية المتهمين، وقمنا بإعداد مأمورية لدائرة قسم ثالث المحلة، تمكنا من خلالها من ضبط الطفل المختطف وبقية المتهمين. فكروا في الخطف ونفذوا مخططهم، لكن لم يدور بخلدهم أن سقوطهم في قبضة الأمن سيكون سريعا، وإلا لما أقدموا على فعلتهم الشيطانية هذه التي لم يراعوا فيها أي صلة قرابة. طبعا يعني تحياتنا للشرطة المدنية ومديرية أمن الجيزة لهذا المجهود الرائع والسريع. وخلينا أقول إن إحنا كل مرة كنا بنقول إن الأطفال اللي بيتخطفوا ده بيبقى إهمال من الأهل، أعتقد إن هنا ده مش إهمال من الأهل، لأن الولد خرج مع ابن عمته، فالمفروض إن هم مستأمنين على ابن عمته، يعني مع ابن عمته مستأمنين الطفل عليه. إنما طبعا يعني بتحصل حاجات أو مشاكل فعلا زي ما قيل في التقرير شيطانية. الحمد لله رجع الطفل لحضن أمه ورجع بيته. طيب كان في بقى صور كده من كام يوم